طيب فاهم الناس الاول وده انت عايزه يا ابني في ناس انا شو بدك شو بدك والله في ناس سوري لا يا سوري اللي عمل كده بس بس ولا قصدك اللي ولا سوري اقول لك لا هيعملوا قلق اللي معاه افهم بقى اللي حصل لا ما حدا هيعمل قلق مين اللي عمل مين اللي عمل مين اللي ضربه يعني مش فاهم حاجه يعني مين اللي ضرب ايه بس ما بدي اللي ضرب بدي اللي خلاه يضرب الرحمن انت وانت يا جماعه امس بيقولوا في انت انا تعالى ما تعرفش حاجة انت مين كان بيسخن عليهم يا حبيبي حد اجى وحكى معي انت عفوت على السفارة مين هذا حد دخل حد دخل كل انسان حر حد دخل ايش ضرب ما ضرب شيء ما ضرب شيء ما ضرب شيء هو ده ضرب هم صحيح علينا في لحظة هجوا علينا بس علي شوف ساكنين هم ساكنين هم مستخيل علينا خلاص مسين لحظة واحدة عشان يقضوا علينا قبل السفارة ما بنقدر نوجه معي ما بصير نوجه السفارة اما في صوت ما بصير حد يقول ما بصير احنا ما عندنا احنا سلميين معنا شيء لكنش لحظة يا جماعة يا جماعة ثانية واحد سخنوا معنا يا جماعة سلميين ليش ما تفوت لشيء يا جماعة نرفز عامل نرفز متسخنين علينا في واحد ابن شبوطة متسخن علينا مش الفاظ ولا خرا الفاظ 25 مصر يا بيه يا بيه يبقى جيش مجرم بقى لو مجرمين تربية حسن والناس دي عشان انتوا اخواتنا احنا انا سايبنا ماشي بالظبط انا 19 سنه في بلدي قادرين نعمل اي حاجه وندوس على اي حاجه بس احنا ما نقدرش نعمل حاجه زي كده والله انت راجل طيب ليه بتعملوا كده والله انتوا مسخين علينا هنا زي عمر ما اجي على اسرائيل كان يخرب على اسرائيل نفس الهايك مدير العسكري الواطي ابن الواطي كان يخرب على اسرائيل كده كان يخرب على اسرائيل كده بيخرب على اسرائيل كده لا ما عيب عيب يا بي يا بي والله والله احنا اخواتكم يا بي يا عم ما يا بي احنا اخواتكم احنا ضيوف عنه نحن ضيوف احنا ما نعرفش طيب 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 احنا ما ن